قبل ما اقدم روحي فهمتني، وحب نقول فهمتني ان شاء الله ربي يخلص وحلو عليه فهمتني، ومانيش ناسين وواقفين معاه باهي. بلاك فاير الحابس ظلم هزيتو، قداش منهم بكيتو، خريتو فيك عسيتو، حرب على رواح وحليتو، يا الغنوشي حشمتوشي، يا خطه ومفهمتوشي، حد ما فيكم يبوشي، حكومة راكم بتجوشي، الدستور كتبتوشي، حق الشهيد عطيتوشي، خريتو ما توفيتوشي. بديت نغني 2007 2006، ما نذكرش الوقت هذاك فهمتني شنو معناتها غنيت بالضبط، ما بديت نغني في الوقت هذاك. 2009 وقفت فهمتني خاطر توفى الشايب، ورجعت 2010 فهمتني نسمع مخلط على الاخر على بعضه. اكثر عبيد اكثر اكثر عبيد فيك معناتها اي حاجه فهمتني، اي موزيكا تتصورها في مخك راهو فهمتني انا نسمعها، انا والكالي نبدا فيها معناتها فهمتني. دخلني للراب بون تنجم تقول فهمتني اولد سكول اكثر فهمتني، شوي اولد سكول شوي امريكان بالطبيعه، شوي امريكان فهمتني، على شوي فهمتني توانس الوقت هذاك فهمتني، كان بلطي يخدم في راب اولد سكول اندر جراوند فهمتني، راب شباب فهمتني، راب كلون كانت جروب ماسكوت فهمتني، كانت ما كانت فما ناس معناتها تخدم فهمتني الوقت هذاك زاد راب حلو. انا تولدت في الكبارية، ومن بعد سكنت في حي ابن سينا، ومن بعد سكنت في المروج، وتو نسكن في الحي الاحمر، معناتها عيشه عشوائيه على الاخر فهمتني، والبلاصه اللي قاعدين فيها كتشفيت بارك الله ما شاء الله فهمتني، معناتها كره الحاكم فهمتني راهو فينا معناتها من الصغرى، مش نحن نكره الحاكم معناتها ما نعرفش علاش، ها نشوف فاهم كان علاش نحن نكره الحاكم. شدوا لي الفاكوسة يا ما سبتوا نقبل، يا ما ذوقتوا نسم، جيت اليوم باش ننتقم باسمي وباسمه لا تحوم، الحابس ظلم هزيتو، قداش منهم بكيتو، خريتو فيك عسيتو، حرب على رواح وحليتو. علاش كتبت التيتر وعلاش خدمت التيتر؟ باهي انا غني راب معناتها، ونحن كل فهمتني نحي مشاكلنا على جنب فهمتني، انا عليه فهمتني معناتها عمري ما جاي معاه انا وياه تاكر فهمتني، حتى أنفاس قابلته نتذكر مرة عندها برشا ما حكيناش من بعيد لبعيد معناتها، جيت شفته هكا هاو فهمتني، مي كي تولي فيها الحكاية هكا معناتها عامين والآخر على ديديكا زاد عامين مادو ويمينو ليلكا فهمتني، عامين علاش؟ خاطر سب البوليسية فهمتني، كليب كيفاش تخدم؟ بون الكليب ما كانش معناتها في البروجرام، جيت مشيت صبيت تيتر فهمتني، كيما الفريستايل هو كان فهمتني، هو معناتها على الطاير والله ريت هي الحكايه كلها، والله ما صرفت عليه حتى 100 فرنك، والله بالعكس اللي صور لي فهمتني خليت ما عنده 3 سواق معناتها تكيفت مخ القاعد صار. مش مهم كم متنا، المهم وصل لنا صوتنا، مش مهم كم